الوضع العاطفي بيكون مماثل بإيجابيته للوضع المهني. لمواليد الجوزاء بشهر أيلول سبتمبر 2022 الجواب بسرعة لا. رح تزعل، بس شو بدي أقولك؟ بدي أحكيك الحقيقة والصراحة. شأن شخصي بيكون أقل حظ بهالفترة، خاصة بين 6 و29 لما يمكث فينوس ببرج العذراء. مثل ما قلت لك على الصعيد المهني، هو بيعاكس كوكب مارس الماكس ببرجك طوال الشهر، وبيولد بعض التوتر والصعوبات. لما يلتقي مارس وفينوس ببرج معين بيعطي أحلى أجواء عاطفية، لما يكونوا معاكسين لبعضهم بيخلقوا صعوبات. بدك تزيد على هالشي انه كوكب جوبيتر عم بيتراجع، وهو كوكب الحب بالنسبة للجوزاء. تعرف انه كل كوكب له شيء معين بالنسبة لكل برج. جوبيتر كوكب الحب، هالشي بيجعل الشهر برمته معرض لبعض الانتكاسات. لحالك فيك يعني تستنتج، بس اعطيك المشهد تستنتج. بيدعيك لإيجاد التسوية وعدم زج نفسك بمغامرات عقيمة او مربكة. حاول انك تبتعد عن ميلك للتسلط بحياتك الشخصية، وحاول انه تكون سموث، ناعم، رايق بهالشهر، كول. هيدا احسن شيء حتى تتخطى الوضع. اذا بدك تسيطر وتراقب كل تفصيل، تتحول لانسان مزعج وبتثير مسائل معقدة ما لك مصلحة فيها، خاصة ان انت ضاج بالاجمال، بتحب الضجيج، بتحكي، بتعبر بإيديك، براسك، بعينيك، وهالشي يمكن يكون مزعج للآخرين. تتلقى عرض بالأيام الخمسة الأخيرة رغم هالشي، وهالعرض بيكون كتير جيد ابتداء من 25 أو حوالي تاريخ 25، لما تسجل السماء قمر جديد بالميزان. ابتداء من هالوقت بيكون الوضع العاطفي جيد، وبيحمل لك فرص وبعض اللفتات الجميلة، خاصة وأنه ميركور كمان بالميزان رح يتناغم مع مارس ببرجك. يعني إذا كوكب فينوس شوي جفاك، رح يكون كوكب ميركور معك، بتحصل على رغبة دفينة يمكن ابتداء من منتصف الشهر، أو تكافئ على مساعي سابقة بمجال شخصي أو عائلي وتتحول رغباتك لحقيقة. الأفلاك بتتحدث كمان عن بعض اللقاءات الحلوة والجو الرومانسي والعشق والهيام، حتى وممكن أنه يتخلل هالموضوع كمان شباك في بعض الأحيان، لأنه الحب بالنسبة لك بيتغذى من هالمواجهات. هو بالإجمال بيتغذى من هالمواجهات بعض الأحيان، بس ما تبالغ لحد الإهانات مثلا، ممنوع. حاول عزيزي الجوزاء أنك تستفيد من هالفرص يلي تتاح لك، لأنه الحظ رح يتسم لك بالإجمال على الصعيد المهني، ورح يحمل لك تطورات سعيدة على الصعيد الشخصي بنص الثاني من الشهر، بس إذا عرفت تصرفت بدبلوماسية ولايقة.